راجع من الفرح في منتصف الليل، دخل السحمة الشاب، وأول ما دخل المية اتحولت للون دم، وسمع صوت مراته وهي بتصور. السلام عليكم. النهارده نتكلم عن عمارة رشدي. العمارة دي مسكونة بالجريمة، بس ايه قصة العمارة؟ العمارة دي اتبنت في عام 1961، وصاحبها كان خواجة يوناني اسمه الخواجة برديس. الخواجة ده جاب مراته وعياله الخمسة عشان يعيشوا جوه العمارة، وبعد كام يوم راحوا رايحين رحلة صيد هو وولده، ولكن مرجعوش منها لأنهم ماتوا، غرقوا وماتوا. فمراته قررت إنها تبيع العمارة وتسافر اليونان. بعت العمارة لواحد اسمه محسن بيك. محسن بيك كان تاجر خشب شهير في الوقت. محسن بيك أجر العمارة أول دور ليها لواحد، الواحد ده مات بعد كام يوم عشان كان في حريق في العمارة. الدور التاني اتأجر لدكتور، والدكتور ده بعد ما عمل عيادة جوه الشقة جوه العمارة وهو نازل من العمارة خبطته عربية مات. الدور التالت والرابع أجرته شركة أجنبية، ولكن بعد كام يوم الشركة أفلست وصاحبها انتحر جوه العمارة. ومن ساعتها محدش سكن العمارة غير في عام 1990. كان في شاب على وشك الجواز أجر الدور التاني وجاب نقاشين علشان يشتغلوا جوه الشقة. كان في نقاش بيسمع اصوات جوه الشقه، ولكن محدش يهتم خالص بكلامه. ولما الشاب استلم الشقه كان في نقط حمراء على الحيطه، بس الشاب ما اهتمش عشان كان في بعد كام ساعه فرح. لما رجعوا من الفرح في منتصف الليل دخل السحمه الشاب، واول ما دخل الميه اتحولت للون دم، وسمع صوت مراته وهي بتصور. راح رايح بسرعه ليهم ولقى في قطة كبيرة بحجم الكلب على السرير. القطة الكبيرة دي فجأة طارت في الجو والدنيا ولعت. راح بسرعة طالعين من الصالة، ولكن لقوا ست عجوزة. الست العجوزة دي كانت دماغها مقطوعة من باع الأرض وبتك، فمرته معاه. راح الشاب بسرعة حاول انه يخرج من الباب، ولكن لقى راجل طويل بانيه راحوا معاه. أول ما قام الشاب هو ومراته لقوا نفسهم في الشارع وحواليهم ناس. بدأ يحكوا لهم عن الموضوع، ومن ساعتها الناس بقت تخاف من العمارة، وجابوا شيوخ كتير عشان تحاول إنها تخش جوه العمارة. أول شيخ دخل ولكن ملقاش السلم، وتاني شيخ دخل لقى السلم بس لما طلع ملقاش أبواب الشقق. الناس اللي ساكنة حوالين العمارة كلها قالت حاجات عن العمارة دي. ففي واحد قال انه كان على طول بيلاحظ ان العمارة ضلمة ما بيطلعلاش النور، صبح بالليل هي ضلمة العمارة. فحاول مرة انه يركز جوه العمارة، لكن شاف خيال جوه العمارة فخاف ورجع تاني. في واحد تاني قال ان بنته كانت بتلعب حوالين السفرة وفجأة سمع صوت صريخة، فراح رايح بسرعة عشان تشوف ايه. قالت انها كانت بتلعب حوالين السفرة وسمعت صوت من وراها بيناديها، ولما لفت عشان تشوف مين ده لقيت ان ده خيال كبير لونه اسود وفجأة اختفى. بس ثانية كده، هي الحقيقة؟ في ناس بتقول ان العمارة اتبنت تحت سحر سفلي هو اللي خلى العمارة تبقى كده، وفي ناس قالت ان برضه العمارة اتبنت فوق مقبرة، مقبرة الناس ماتت بطريقة غامضة، وارواح الناس دي بتعذب اي حد يسكن في العمارة. وفي ناس تانية قالت برضو ان العمارة كانت مبنية فوق مصحف، وفي ناس تانية قالت برضو ان العمارة اتبنت مكان مسجد. في ناس قالت حاجات كتير، ولكن في قصة تانية واقعية اكتر. القصة دي بتقول ان هما كانوا عايزين يحولوا العمارة لفندق عشان يطلعوا السكان برا العمارة، قعدوا يقولوا مواضيع العفاريت دي عشان يبعدوا الناس عن العمارة.
في 2012 في شباب اقتحموا المكان ده وقعدوا فيه وباتوا فيه وما حصل لهمش حاجة، ومن ساعتها الناس بدأت خوفها يقل عن العمارة. وفي 2018 اتبنت العمارة، يعني اتجددت من أول وجديد وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده تكون خلصت القصة. فهل انت مصدق ان كان العمارة فيها عفاريت ولا لأ؟ ولا ان الموضوع اي كلام فاضي؟ بكده يكون خلصت الفيديو، واشوفكم في جمعة جديدة. بس متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير.